بسم الله الرحمن الرحيم. ده الحقيقة الجزء الثاني من الفصل الأول الخاص بمقدمة في إدارة الموارد البشرية. احنا في المحاضرة الثانية أو الجزء الثاني من المحاضرة الثانية، يعني احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى، أو خلينا نعرض الموضوعات. يعني كنا قلنا مقدمة واتكلمنا عن الاهتمام الإداري بالموارد البشرية، يعني التنظيم بتاعها تحسن ومكانتها في المنظمة بشكل عام إلى آخره من الأجزاء دي. وبعدين كان خدنا نقطتين دول، اللي هي إن التعامل مع الأفراد في صعوبات معينة، وفي نفس الوقت التعامل مع الأفراد في مميزات. فدي كان الثلاث حاجات اللي إحنا قلناهم في المحاضرة اللي فاتت، مفيش داعي نعيدهم تاني. إحنا نخش على طول على آخر موضوعين، اللي هو التطور التاريخي لإدارة الموارد البشرية. أهو قدام حضراتكم دي الموضوعات اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت، دي بداية محاضرة النهاردة. طبعا التطور التاريخي، البداية كانت الحقيقة من الثورة الصناعية. وأنا قبل ما أكمل سبع موضوعات هنا، أنا برضو أنوه مرة تانية إن أنا بتكلم بشكل هنا إيه ملخص جدا. الجزء ده يفضل إن هو يقرأ من الكتاب أو المراجع اللي موجودة للمادة. أنا هقول بشكل عام، بس الكتاب هيبقى فيه تفاصيل معينة خاصة بكل جزء. والأسئلة في الامتحان أو التمارين هتطلب من حضرتك إنك أنت إيه تقرأ الأصل، تقرأ الأصل، لأن أنا في المحاضرة مش هقعد أقرأ لك اللي موجود في الكتاب. يعني أنا بس بجيب لك الحاجات المهمة الأساسية، العناوين الأساسية بشكل عام، عشان تفهم تسلسل الإيه الموضوعات بشكل عام إزاي، أو أجيب النقط اللي فيها صعوبة معايا في الفهم، يعني محتاجة مناقشة مني. يعني طبعا نقطة البداية في تاريخ إدارة الموارد البشرية كانت الثورة الصناعية. ليه؟ لأن قبل الثورة الصناعية كان الإنسان كان بيعيش لوحده عشان يعيش وياكل وكده، وكان بيتعامل مع الزراعة أو الصيد، أنت وأخوك أو أختك والأب والأم مع بعض كده، الأسرة عايشة على إيه؟ الطبيعة، عايشة على الحياة. الثورة الصناعية لما جت كان عبارة عن تطور إنساني مهم جدا. بدأت تظهر الكيانات والشركات، يعني بدل أنت ما إيه أنت بتعتمد على نفسك، لا أنت بتعتمد على إنك موجود في شركة أو في مكان بيعمل غزل ونسيج مثلا، أو صناعة خاصة بالأخشاب أو صناعة خاصة بالأساس. فبدأ ما أنت بتعيش في وسط اتنين تلاتة حواليك، لا انت بقيت قاعد في وسط 100 مثلا، بيشتغلوا على انوال وحاجات زي كده، او على مكن. بدأ يظهر المكن والآلات والحاجات اللي بيديرها البخار، وبعدين بعد كده الكهرباء. دي الثورة الصناعية. مع الثورة الصناعية بدأت تظهر التجمعات بتاعت الايه العاملين او الافراد. دي كانت البداية الحقيقية لأن يكون في إيه إدارة الكائنات دي. بدأ بقى يبقى في بشر قاعدين مع بعض، لازم تجيبهم ولازم تعلمهم، يعني تجيبهم وتعلمهم وتدربهم، يبقى عايزين إدارة موارد بشرية، عايزين إدارة إيش من عمل. دي كانت الإيه الحقيقة البداية. وبعدين بعد الثورة الصناعية دخل فترة، ودي كانت بداية القرن ال19 الحقيقة. بعد كده القرن العشرين، أنا آسف، ظهر بعد كده مجموعة من العلماء في مجال الإدارة، بدأوا يحطوا أصول علم الإدارة لو اعتبرناها علم. يعني يعني إيه تخطيط؟ يعني إيه تنظيم؟ يعني إيه قيادة؟ يعني إيه رقابة؟ وبعدين بدأ يتكلم على حاجة اسمها السلوك التنظيمي. والسلوك التنظيمي ده عبارة عن سلوك مجموعات من الأفراد تصرفوا بطريقة معينة، التصرف بتاعها ده هو في النهاية هو اللي بيحدد سلوك التنظيم ككل. فطبعا بدأ يظهر ايه معنى بقى ايه أهمية الفرد في وسط تنظيم. يعني تعتبر بداية التنظير وضع نظريات لإيه للعاملين والأفراد، تعتبر بداية الحقيقية لعلم الإيه إدارة الموارد البشرية، زي ما هي بداية علم الإدارة بشكل عام. الحقيقة الكلام الأولاني في علم الإدارة وما يتعلق بإدارة الأفراد كان واخد شكل النظرية الكلاسيكية، أو اللي كان مستشقه من النظريات الكلاسيكية. كان بيتعامل مع البني آدم على إنه يعني كائن يمكن التحكم فيه بشكل كامل زي الآلة.
تحط له مواعيد وتطلب منه أداء بشكل معين، وممكن تخليه ما يستريحش أو تحيد عوامل التعب، عوامل الفرح، عوامل الغضب، عوامل كانت تفترض ذلك يعني. فجه المجموعة الثانية من أو التطور الثالث، إن بدأت الناس تشوف إن الشغل اللي هو الكلاسيكي ده هو مش كفاية لإدارة مرضى، شيء لازم تفهم الجوانب الإنسانية في الأفراد. فبدأت تظهر النظريات الخاصة بالدوافع والحوافز والمصالح بتاعت الفرد والجماعة، ومش كل ده دخلنا بقى في الكلام الإنساني، الجانب اللي بيسموه اللي هو الجانب السوفت أو الناعم في إدارة الموارد البشرية. جات فترة خمسينات وستينات وبدأت تظهر المظاهرات والاعتراضات والإضرابات في الشركات والنقابات والتجمعات، فبدأ إيه إدارة الموارد البشرية تهتم جامد جدا بالاعتبارات القانونية. يعني إيه لائحة، يعني إيه قانون، وإيه حقك وإيه حقي، وإيه اللي ممكن تعمله وإيه اللي ممكن ما تعملوش ومش عارف إيه. فطبعا ده يعتبر برضه تطور تاريخي مهم جدا في الخمسينات والستينات والسبعينات كمان وكده، ده كان شغل مهم يعني. الثمانينات بدأ بقى يظهر حالة من النضوج الوظيفي لإدارة الموارد البشرية، بدأ يبقى يعني ليه كتب وليه مقررات محددة، بس كان اسمها إدارة الأفراد ساعتها، وليها مجموعة من الموضوعات الفرعية خاصة بالتدريب، خاصة بالتوظف، بالتعيين، بالاستقطاب كده. فكده الايه المجال ده نضج وبقى ليه شكل تقليدي يعني. التسعينات الحقيقة تطور الأمر وبقى إدارة الموارد البشرية ليها دور استراتيجي، يعني استراتيجي هنا يعني معناها بتتحكم في حياة المنشأة ككل، هنا الكلية مهم دور أهم، ودور فاعل يعني أنت ممكن تخليك أحسن كمنشأة ككل، يعني أنت بتدير، يعني أنت التسويق والتمويل والمش عارف الإنتاج جاي وراك. ليه؟ لأنك أنت دورك استراتيجي. فده كان تطور مهم قوي. وبعدين أرقى حاجة إحنا وصلنا لها دلوقتي إدارة العنصر البشري كأنه أصل معرفي. المعرفة طبعا هنا دي ممتلكات إنسانية، يعني مخك اللي موجود فيه وحاجات زي كده ده أصل بشري، فأنت ما تقدرش تديره بسهولة من ناحية نظرية. لكن بدأ جماعة بتوع إدارة الموارد البشرية إزاي يقدروا يديروا العقول بشكل جمعي مش فردي بس، وإدارة رأس المال البشري اللي هي مجموعة الخصائص الخاصة بالنواحي النفسية والاجتماعية بالإضافة للمعرفية طبعا اللي احنا ذكرناها هنا، في شكل في صالح المنشأة بشكل استراتيجي. فكان إدارة رأس المال البشري ده يعني أحدث التطورات اللي احنا بنتعامل معاها حاليا في مجال إدارة الموارد البشرية. ده كان أهم مجالات التطور السبعة بالترتيب دول، بس أنا أنصح بالقراءة الحقيقة في الكتاب، هتلاقي فيه أمثلة وكده يعني هتثبت الموضوع أكتر من مجرد العناوين اللي أنا تعاملت معاها مع حضراتكم. الحقيقة يعني حتة إن اتكلمت عليها إن إدارة الموارد البشرية بقت استراتيجي، يعني دي برضه محتاجة إيه وقفة عندنا، وده اهتم بيها الكتاب الحقيقة أو المنهج بتاعنا. الحقيقة يعني العمل الاستراتيجي له جانبين، جانب خارجي وجانب داخلي. جانب خارجي يعني أنت كمنشأة إزاي أنت وضعك بالنسبة للي حواليك، ده خارجي يعني انت احسن من المنافس ده، انت افضل من ده في كذا، انت احسن من ده في كذا، انت اقل من ده في كذا. فتحديد علاقتك باللي حواليك ده اسمها المواقع التنافسية للمنشآت مقارنة بمن حولها. طبعا الشغل الاستراتيجي هنا معناه انك انت هتركز خارجي، لو انت بتتكلم بقى على ايه البوزيشننج يعني او مكانك هيبقى فين بالظبط، فايه هي المناهج والقرارات اللي تاخذها عشان خاطر انت مقارنة بمن حولك
في مقارنة بمن حولك. خلي بالنا بقى فيما يتعلق بالجوانب الخارجية برضو، يعني هي دي الأهم الحقيقة، يعني في السوق، في الاقتصاد حواليك، في عمليات الشراء، عمليات سوق العمالة. فكل البعد الاستراتيجي هنا كان بيتعلق بكل ما هو خارجي في المنشأة. ازاي نقدر نستخدم الموارد البشرية عشان خاطر تتعامل مع كل الحاجات الخارجية دي؟ دي كان أحد الأبعاد الاستراتيجية لها. اليابانيين الحقيقة قالوا لا، الشغل الاستراتيجي الأهم مش إنك تبص براك، إنك تبص جواك. جواك هنا يعني إنك أنت برضه هتعمل ميزة تنافسية يعني مقارنة باللي حواليك، ولكن عن طريق إنك تبني جدارة داخلية. جدارة داخلية، الكلمة هنا دي مهمة أوي. يعني إزاي الناس اللي جوه يبقوا شاطرين في كذا؟ ازاي يبقى انا عندي مكن بيعمل كذا؟ ازاي يبقى عندي شبكات؟ كل ده داخلي، ده جوه المنشاه. فكلمه كور كومبتنسيز او الجداره الداخليه ده البعد الثاني للعمل الاستراتيجي اللي هو البعد الداخلي. حضرتك لما تيجي تسالني تقول لي طيب احنا طبعا احنا مطلوب مننا نفهم الاثنين، وفي كورس احنا خدناه في سنه تانيه خاص بالاداره الاستراتيجيه هيكون شرح الاثنين مع بعض، لكن مقررات اداره الموارد البشريه بتركز اكتر على الجداره الداخليه لان العاملين في المنشاه داخليين، ولكن في شغل تاني خارجي احنا هنذكره على مدار فصول الكتاب، ولكن التركيز الاكتر هيبقى على الجداره الداخليه طالما هنتكلم على اداره الموارد البشريه. من اهم الحاجات اللي بنتعامل معاها، ودي برضو جزء محتاج قرايه في الكتاب الحقيقه، وانا مش هعفيك منه، وانا مش هنخلي ايه التعامل فقط على من خلال العناوين العامه دي، لكن يهمنا برضو الايه قرايه التفاصيل. من الناحيه الاستراتيجيه في مناهج وتحركات معينه استراتيجيه حصلت بالذات فتره التسعينات اتشهرت فيها، يعني مثلا حصلت اتجاه كده اسمه تصغير المنظمة، حاجة اسمها الداون سايزنج اتشهر في الفترة دي. التصغير الحقيقة معناه انك انت اللي كنت بتعمله ب 1000 موظف لازم تعمله ب 500، اللي كنت بتعمله بمساحات ضخمة للشركات لازم تعمله بمساحات اقل ضخامة، لازم تبقى صغير صغير عشان تبقى مرن وتبقى اقل تكلفة. فطبعا التصغير ده يعني اللي كنت هتعمله ب 1000 هتعمله ب 500 موظف، ده معناه ان الموظف اللي هيتبقى لازم يعمل شغل اتنين. فشغل اتنين ده هو يبقى لازم انت ايه تبني جدارة داخلية في العاملين في المنشأة بحيث ان هو يقدر ينتج اكتر. لو هتعمل الشغل ده في مكان اقل يبقى لازم يكون فيه برضه جدارة داخلية موجودة في المنشأة تعمل في اماكن اقل، يعني لازم يكون فيه شغل من البيت، لازم يكون فيه شبكات حاسب، امكانيات في الاجهزه بحيث انها تقدر تتعامل مع فكره الايه التصغير للمنظمه. قريب من التصغير لانه هو دي من ضمن المناهج الاستراتيجيه برضه حاجه اسمها اعاده الهندسه. اعاده الهندسه ده يعني انت كنت بتعمل الشغل بتاعك كعمليه اداريه بشكل معين، ازاي تعيد هندسه الشكل المعين ده بحيث انك انت تحصل على كفاءات عاليه جدا في الاداء. عالية جدا دي اللي انا بقول عليها يعني التكلفة تنخفض للنص مثلا او للربع. ازاي انك انت لو بتكسب الضعف، لو في سرعة السرعة تبقى 3 مرات اسرع لو هي الاداء بيتقاس في الحتة دي. فقعدت الهندسة قريبة من تصغير المنظمات من حيث انك انت بتحسن، ولكن الفرق ان تصغير المنظمات بتفترض انك انت هتجيب نفس الاداء بس بمدخلات اقل، لكن اعاده الهندسه انت برضه هتقلل المدخلات ولكن هتعمل اداء اعلى بكتير. فده دي عظمه اعاده الهندسه الحقيقه. عموما احنا هنبقى نتكلم عنها لاحقا ان شاء الله يمكن في الفصل اللي بعد كده. في حاجه تانية اسمها المقاولات من الباطن او التعهيد الاوت سورسنج، يعني ازاي المنظمات دلوقتي بدل ما تعمل كل حاجه بنفسها لا تقاول حد يعمل لها شغلها. يعني مثلا عندنا إدارة للنظافة وفيها عمال وحاجات زي كده، طيب أنا أشيل إدارة النظافة دي وأجيب شركة نظافة تعمل لي النظافة بتاعتي. لو أنا عندي إدارة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، لا أنا أشيل الإدارة دي كلها وأستغنى عن الموظفين اللي موجودين فيها وأجيب شركة مايكروسوفت تعمل لي شغل الكمبيوتر كله بالدعم الفني بالشبكات بالحاسبات، هم اللي يشتروا هم اللي وهكذا. فبرضه التعهيد ده
من ضمن الحاجات اللي عملت تحركات استراتيجية لها تأثير على كيفية إدارة الموارد البشرية في المنشأة. يعني اللي أنت كنت بتعمله، الوظائف تسويق بالشكل ده وإنتاج بالشكل ده ومشتريات بالشكل ده، أنت قلت هشيل مشتريات وهشيل مش عارف إيه. يعني مثلا إحنا في عندنا شركات، شركة مثلا زي شركة نايكي اللي هي بتاعت الأدوات الكهربائية، الأدوات الرياضية والتيشيرتات، عارفين الملابس الرياضية والحاجات اللي هي على علامة نايكي. الشركة دي من أكبر شركات العالم، لكن ما فيهاش إلا إدارة واحدة بس بتعمل تصميم. طب أمال مين اللي بينتج ومين اللي بيبيع ومين اللي بيوزع ومين اللي بيشحن ومين بيعمل تمويل؟ كل دي شركات عاملين لها تعهيد أو مؤهلات. يعني الشركة عبارة عن شبكة من الشركات. فطبعا التحرك الاستراتيجي ده أو المنهج ده في العمل ده منهج محتاج إدارة موارد بشرية معقد جدا، لان انت بتدير علاقات مع بشر موجودين في شركات تانية كتير. برضو قعدت الهندسه زي ما قلنا والتصغير محتاج ان انت تعيد شكل عمل البشر من اول وجديد. التوسع الدولي، بدل ما هتشتغل في بلد واحد هتشتغل في اكتر من بلد. برضو الشغل الموارد البشريه هنا مش سهل، شركتين هيندمجوا مع بعض او هينضموا لبعض، ده برضو عايز شغل موارد بشريه مش سهل. إدارة الجودة الشاملة، وده كورس كامل الحقيقة، يعني درستوه أو لسه هتدرسوه، إزاي إنك أنت تفحص المواصفات بتاع الرقي والتحسن بتاع عملية إدارية معينة أو منتج معين بمناهج جودة مختلفة. ده برضو من ضمن المناهج اللي محطوطة. يعني إدارة الجودة دي الحقيقة إزاي تحط، إزاي تتبع كتاب بيقول لك إيه هي المثالي في العمل بشكل معين. فدي إدارة الجودة الشاملة الحقيقة، برضو محتاجة شغل إدارة موارد بشرية متطور جدا جدا. يعني فدي من، يعني الستة دول الحقيقة من أشهر الحاجات اللي طلعت في فترة التسعينات ولا زالت لها نفس القوة حاليا، واللي بتستخدم فيها أو بتعتمد فيها على إدارة الموارد البشرية بشكل مختلف. يعني احنا حسينا بأهمية الموارد البشرية أكتر وأكتر لما ظهرت المناهج والتحركات الاستراتيجية. ده كان الموضوع التاني بتاع محاضرة النهاردة. هنرجع تاني للموضوع الأولاني، احنا نزلنا نتكلم على، أنا آسف، نفس الموضوع اللي هو خاص بإدارة الموارد البشرية. أنا آسف لحركة اللي هو البعد الاستراتيجي، احنا نزلنا نتكلم فيه الحقيقة. احنا قلنا هنا، نلخص اللي احنا قلناه في السلايد اللي قبل اللي فات. الإدارة الاستراتيجية هنا هي عبارة عن مجموعة الأنشطة اللي عايزة تعمل ميزة معينة. يعني انت مقارنة باللي حواليك. طيب الميزة دي ايه مصادرها؟ يا اما خارجي زي ما قلنا، يا اما ايه؟ داخلي. خارجي يعني انت بتتعامل مع البيئة اللي حواليك، لكن داخلي انت بتتعامل على البيئة الداخلية. طبعا العنصر البشري تركيزه اكتر ايه؟ داخلي اكتر من خارجي. طيب هل الخارجي احسن ولا الداخلي احسن؟ والله الاثنين حلوين، زي الفل حقيقة يعني، بس الداخلي يهمنا جدا في المقرر ده، لانه ده العنصر البشري هيبقى داخلي. يعني ده واحد. نمرة اتنين، في نظرية بتقول ان الميزات الاستراتيجية اللي انت ممكن تحصل عليها في عملك ممكن المنافس بتاعك يقلدها. يعني لو انت مثلا بتنتج المنتج ده بتكنولوجيا جديدة، على تمام التكنولوجيا دي ممكن المنافس بتاعك يشتريها وينفذها. لو انت ارخص، طب ما اللي جنبك ممكن يرخص. لكن لو انت عندك بشر ليهم مميزات معينة، ليهم ظروف اجتماعية ونفسية ومهارية ومعارف وقدرة على الابتكار بشكل معين، اللي بره ما يقدرش ياخد منك الميزة دي. وعشان كده العنصر البشري من اهم العناصر اللي بتوفر حاجة اسمها الميزة التنافسية الايه؟ المستدامة. المستدامة يعني ما ت... يعني صعب انك تقلدها. فدايما البشر من النوعيه، ما تعرفش تقلدها الا اذا جبت البني ادم اللي بيعمل حاجه دي نفسها. يعني فده هو يعني جزء مهم من فهم الدور بتاع اداره الموارد البشريه. لو انت جبت بشر مختلفين انت كده هتعمل ميزه تنافسيه، هتعمل شغل استراتيجي ما حدش عارف يقلده، ما حدش عارف يجيب زيه. فده برضو من ضمن الايه؟ الاجزاء المهمه اللي هنتكلم عليها في الفصل ده. آخر حاجة في الفصل اللي هي إدارة المعرفة. طبعا احنا لا، بس يعني ايه رأس مال بشري وأصول معرفية اللي هم الخصائص الخمسة. يعني رأس المال البشري هي عبارة عن القدرة على التعلم، المخ بتاعك بيشتغل ازاي، القدرة على اكتساب الخبرات،
قدرتك على الحكم على الامور، قدرتك الاجتماعيه، انت اجتماعي ولا لا، او فريندلي مع الناس ولا لا، قدرتك النفسيه، عندك ثبات كده وبتقدر تتحكم في غضبك، وبتقدر تتحكم في حالتك النفسيه الايجابيه. فالخمسه دول وجودهم بشكل ايجابي ده معناه ان انت عندك راس مال بشري ايجابي في المنشاه. يبقى القدره على التفكير والفهم والتعلم، ودي صفات خاصه بالعقل بتاع الانسان. القدره على اكتساب الخبرات والمهارات بقى برضه حاجات ذهنيه واصول بشريه خاصه بالبشر اللي موجودين. القدره على الحكم على الامور والتصرف واتخاذ القرارات بقى برضه جانب بشري مهم. القدره الاجتماعيه بقى برضه جانب بشري. علاقات العمل والعمل الجماعي والسينرجي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي التفاعليه، القدرات النفسيه والعاطفيه، وما تخلقه من دافعيه للعمل. هي دي الخمس حاجات اللي بتكون راس المال البشري. طبعا في فرق كبير جدا ما بين شركه تتعامل مع البني ادمين على ان هم عبء، على ان هم بيكلفونا، على ان هم يا مزعجين، ازاي اقدر اراقبهم، ازاي اخلي اللي بيغلط اعاقبه، ازاي اعمل له مش عارف ايه، ويا هحتاج اعين واحتاج ادرب ومدرسة تانية بتبص للبشر على ان هم ثروة، ثروة تعلمية، ثروة خبراتية، ثروة في التصرف اتخاذ القرارات، ثروة اجتماعية وثروة نفسية الى اخره. يعني المدرسة الحالية، المدرسة المحترمة والشركات اللي تفهم، هي اللي تتعامل مع البشر ان هم راس مال بشري. راس مال بشري يعني كل ما يتعلق بالبشر ايجابي وبيحسن معاهم المشاعر. ده الحقيقة كان نهاية الفصل الاولاني اللي احنا قدمنا فيه الموضوعات اللي قدام حضراتكم. نلتقي ان شاء الله في فيديو تاني للفصل التاني. شكرا.